غرفة عمليات الفاتحين، لواء جيدور حوران، معركة نصرة الأنفال، فجر التوحيد 2، 7/4/2014. دك معاقل النظام بتل الحارة لتخفيف الضغط عن أخوتنا الذين يحاولون تحرير التلول الحمر. اللهم سدد رمينا يا رب. غرفة عمليات الفاتحين، لواء جيدور حوران، 7/4/2014. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تكبير، الله أكبر. غرفة عمليات الفاتحين، لواء جيدور حوران، معركة نصرة الأنفال، فجر التوحيد 2. دك معاقل النظام بتل الحارة لتخفيف الضغط عن أخوتنا الذين يحاولون تحرير تلول الحمر. 7/4/2014. اللهم سدد رمينا. الله أكبر، الله أكبر. لواء جيدور حوران، دك معاقل النظام بتل الحارة، غرفة عمليات الفاتحين، معركة نصرة الأنفال. الحمد والشكر لك يا رب. 7/4/2014. المعاناة التي يعانيها المجاهدون في تنقلهم ونقل الجرحى، اللهم اجعل أجرا لهم يا رب العالمين، وإذن بنصرك يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اقتحام تل الأحمر، الله أكبر وأستغفر الله. الصعوبة التي يعانيها المجاهدين في نقل الجرحى ونقل المعدات والذخيرة، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. غرفة عمليات الفاتحين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. اشتباكات عنيفة يأخذها أبطال الجيش الحر والمجاهدون على آخر نقطة في التل الأحمر. الله أكبر، العزة لله. غرفة عمليات الفاتحين، لواء جيدور حوران، 7/4/2013. هو يسقط أول تلول في محافظة القنيطرة، وإن شاء الله على باقي التلول بإذن الله. الله.